المغربية المصرية وعضوة في الاتحاد العام لحقوق الإنسان بواشنطن. مصطفى رفيقي الأستاذ الكبير اللي احنا كلنا بنتعلم منه، أنا بس حبيت أقول لحضرتك إن 150 جنيه ولا حتى ونفات الدنيا هو أغلى منها بكتير. أنا قريت قبل كده لحضرتك كتاب العرب، وقريت قبل كده لحضرتك الأخبار في السياسة المصرية. أنا مغربية وبنقل لحضرتك تحيات الشعب المغربي، لأن احنا كل كتب حضرتك بندور عليها عشان نقراها ونتعلم منها ونعرف في السياسة والتاريخ العرب، لأن حضرتك مش مجرد كاتب مصري ولكن أنت كاتب عربي، وكلنا بنتشرف بالأستاذ مصطفى فيكي. أنا طبعا أنا شايفة لحضرتك قيمة وقامة كبيرة لا تقدر في ثمن، فأتمنى إن الكتاب ده فعلا يوصل لكل الدول العربية، لأن اللي يقرأ مصطفى الفقي مرة واحدة يبقى ما قراش لأي كاتب عربي، لأن مصطفى الفقي قيمة كبيرة لازم كلنا كعرب نقراه ونتعلم منه كويس أوي. بشكر حضرتك جدا جدا، وكل سنة وأنتم طيبين، وعقبال إن شاء الله يا رب الكتاب اللي جاي من النهارده. Gracias.